اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل رز بالبطاطس والثوم والنعناع. هو طريقه جديده بس لذيذه وحلوه. وهنعمل كمان فراخ بالطحينه. انا عامله اكلتين ينفعوا يتاكلوا مع بعض. وهنعمل معاهم صنف ثالث اللي هو طماطم بالكرفس والثوم والزيت والخل. هنخليلها كده بطريقه سهله كمان, مش بطريقه صعبه. هنبتدي الاول بالرز والبطاطس عشان هياخد وقت. انا اصلا قطعت البطاطس مكعبات صغيره وبقليها اهي. هنستناها لحد ما تتقلي عقبال ما نخلص الرز. هنحتاج رز بسمتي ونعناع وثوم وصلصه وبقدونس للتزيين. اول حاجه هنعملها, الاكله دي عايزه نعناع وثوم, يعني هي اصلا اساس الاكله, فهنكترهم شويه. هنحط 3 معالق زيت معاهم بقى الثوم. اول حاجه انا طبعا الحله سخنه, فالثوم اول ما احطه هيبقى بيتحمر. نحط بقى شويه ملح وفلفل. فلفل حبة صغيرين. ونحط بقى الملح. وبعدين نحط النعناع المفروم مع الثوم. ممكن نكتر يعني شوية كده. انا جايبة زيادة للزينة اصلا كمان. نبتدي بقى نحط الرز ونشوحه. سهل جدا اصلا, ما فيهوش اي حاجه. نعلي بقى النار تاني, كنت وطيتها عشان الثوم كان ما يتحرقش بسهوله. الرز نغسله وننشفه كويس قوي. نسيبه كده شويه لحد ما يتشوح. نشوف بقى وصفه الفراخ بالنعناع. هنبقى محتاجين المرقه دي اصلا للرز. هنبقى محتاجين فراخ سلقينها. ممكن بقى نبقى جايبين اصلا فراخ شرايح ونحطها في ميه مغليه مع لورا, ورق لورا وحاجات كده متبله عشان الفراخ تبقى طعمها حلو, او بواقي فراخ عندنا او بواقي ديك رومي. ودي طحينه, هنعمل الطحينه بالثوم والكمون العادي. وبعدين هنشوف هنقدمها ازاي. الاول نبتدي نعمل الطحينه. هنبتدي نجيب الطحينة. ممكن نجيبها بالسباتيولا. نبص كده اصلا على البطاطس, يعني قدامها شوية كمان. والرز خلاص. نحط بقى المرقة. نزود شويه كمان. وهوريكم الطحينه. هنجيب 3 معالق طحينه كبار, وهنحط معاهم خل وليمون وكمون وثوم. هنحط
ايه رايكم نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل الفراخ بالطحينه ويكون الرز كمان استوى ونعمل الطماطم المخلله؟ خليكم معايا. رجعنا تاني، انا بس خلطت الطحينه مع بعض وهزود عليها حاجه بسيطه قوي، هزود زبادي. انا حسيت ان الزبادي هيطريها ويخلي طعمها حلو. علبه زبادي برضو نلخبطها كده معاها. وما ننساش الملح والفلفل، احط ملح وفلفل. بس قبل ما احط ملح وفلفل عايزه الحق احط الحاجه اللي هحطها. هحط معلقه صلصه وهقلبها. ممكن احط، انا حطيت هنا معلقتين وهقلبها. وبعدين هحط ايه تاني؟ فاكرين البطاطس اللي انا حمرتها؟ هبتدي احطها برضو. على فكرة هو ممكن تتعمل ببطاطس نشوحها بس ونحطها، بس لما بنحمرها بتدي طعم احلى. ممكن اشيل بس كده شوية للزينة، اسيبه بقى كده يستوي. هنجيب هنحط ملح مش كتير وفلفل، لان انا اصلا حاطه كل التوابل. ونقلبها كويس قوي. هنجيب الفراخ هحطها كده. وبعدين اجيب الطحينة هحطها كده، هغطي بيها الفراخ وهدخلها الفرن لمدة خمس، يعني من 5 لـ 7 دقايق. احاول اتأكد ان كل الفراخ بقى عليها ايه؟ طحينة. وادخلها الفرن. وبعدين هشوف بقى الرز، يعني لسه عايش شويه. نعمل بقى الطماطم المخلله، هي سهله جدا اصلا مش محتاجه حاجه. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا هنحط المكونات دي مع بعض: الكرفس والثوم. طبعا الثوم اساس اي حاجه مخلله، وممكن تحطوا بصل كمان مفروم ناعم لو حابين، وليمون، وكمان خل. وملح وفلفل. وطبعا زيت. دي بقى زي ما انتوا عايزين، زيت زيتون او زيت عادي، وممكن احط ميكس. انا ممكن يعني عشان اللي ما بيحبش طعم الزيت الزيتون قوي في الأكلة ممكن أحط شوية زيت زيتون. هو زيت زيتون مفيد وكمان بيدي لون كده ظريف مع السلطة. بس هنقلبها كده كويس قوي. ونجيب بقى الطماطم هنقطعها يعني رفيع جدا، مكعبات كده صغننة، ما تبقاش تخينة تبقى رفيعة.
نقلب كويس. وطبعا يعني يفضل بجد تتحط في التلاجة عشان تبقى طعمها احلى. هنجيب شوية بقدونس كده كده، يبقى احنا خلصنا السلطة بتاعتنا. نبص على الرز، الرز كمان استوى. ونحط شوية بقدونس كده على الوش، وكمان شوية جبنة. كده يبقى خلصنا الرز بالبطاطس. يعني مش قادره احكي لكم هي اصلا ريحتها طالعه عامله ازاي. هنشيل بس الحاجات دي. وابتدي احط على طول الجبنه وهي سخنه كده. وشويه بقدونس. وانا عاملة اكلة يعني خفيفة وسهلة وكلها بتتاكل مع بعض. ايه رأيكم النهاردة في الاكل؟ سهل وبسيط وما خدش مدة خالص. عملنا رز بالبطاطس وحطينا اصلا عليه توم ونعناع وصلصة حمراء، وعملنا كمان الفراخ بالطحينة والجبنة الشيدر والبقدونس، بواقي الفراخ او فراخ بنسلقها ونعملها، وعملنا سلطة الطماطم بالكرفس والخل والثوم. يا رب الأكل النهاردة يعجبكم وتجربوه بسرعة. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.